اهو الكاتشب السريع. طيب معايا نص كوبايه صلصه طماطم اهو، واحده واحده مع بعض ماشيين، ومعايا ربع كوبايه خل، معلقتين كبار سكر، ومعلقتين كبار نشا، وكوبايه ونص ميه، ومعلقه ملح اهو. بسيط جدا جدا مفيش اي مشكله. معايا ايه، تعالوا نقوله مع بعض تاني. نص كوبايه صلصه، ربع كوبايه خل، معلقتين كبار سكر ونشا، يعني اتنين سكر واتنين نشا، كوبايه ونص ميه، ومعلقه صغيره ملح. الموضوع بسيط جدا جدا ما فيهوش اي صعوبه. انا هرفع دي بس من على النار، وتعالوا نجيب الميه اهو. نجيب كده ايه، كوبايه ونص ميه اهو. هقلب المقادير الاول على البارد وبعدين ارفعهم على النار. دي ان شاء الله كوبايه ونص. تعالوا بقى نحط ايه المقادير بتاعتنا. ادي الصلصه، وادي ازيك يا رفائيل؟ حضرتك ازاي حضرتك عامل ايه؟ انت منوره البرنامج بامانه ربنا يعني. بنورك ربنا يكرمك. الله يخليك، متشكرين قوي على الحاجات الحلوه ربنا يخليك اللي بتقدميها. ربنا يكرمك، ده من ذوقك. وبتمنى حضرتك بس كنا عشان الاعياد جايه في 7 يناير تمام، كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك، ميرسي خالص. تسلم، ربنا يكرمك. بس كنا عاوزين الحاجات الحلوه اللي هي الحلويات يعني وكده. عينيا، احنا هنعمل تورته فراوله، وهنعمل مخبوزات بالفاكهه المسكره واللوز ان شاء الله. هنعمل حاجات بسيطه جدا وسهله تقدروا ان انتم تطبقوها في البيت بكل سهوله. ميرسي خالص يا فندم، ميرسي خالص. الله يخليك، نورتني. تسلم. البرنامج والاخ محمد اللي هو دخلني، وهو دخلني على كلام حضرتك. ربنا يخليك، نورتني والله بتليفونك الحلو. تسلم يا رب. طيب تعالوا كده نشوف اهو، على ما الخيط بتاع ده يغلي هعمل ايه؟ هعمل الصوص بتاعي عشان اطلع الشيت من السندوتشات بقى، ونشوف هنعمل ايه. طيب تعالوا نجيب الورقه تاني. فاضل قد ايه يا سباعي؟ 5 دقايق ان شاء الله نلحق نعمل كام سندوتش كده. طيب الصوص اللي هنعمله سهل جدا وبسيط، تقدري تثبتي المقادير دي لاي سندوتشات عندك بقى، شاورما، كفت، اي حاجه انت عايزاها الصوص ده بيكون هي. طيب معايا نص كوبايه مايونيز، وربع كوبايه طحينه، معلقه كبيره عصير ليمون، معلقه كبيره عصير برتقال، معلقه صغيره زعتر مجفف، وبصل بودره، وتوم بودره، وتوم مفروم لو موجود. طب انا اللي ناقصني هنا بس الزعتر، لو شايف سايب بس استاذنه يجيبه لي. وتعالوا نجيب بوله كده نعمل فيها ايه، الصوص، على ما نطلع الحاجات اللي من الفرن. او تعالوا كده ننزل المكونات الحلوه بتاعتي. معايا اهو المايونيز، وعملناه لكم في حلقه قبل كده، هتلاقوه على صفحتي. وادي الطحينه، مش عايز تحطي طحينه ما تحطيش، بس بتدي طعم حلو جدا جدا للصوص بتاعنا. وادي عصير الليمون، وشويه عصير ايه، تعالى نشيل كده على جنب عشان نوسع، وشويه عصير برتقال. مش عايز تحطي برتقال ما تحطيش، بس بيدي طعم حلو جدا في مزازه مع ايه، الليمون ومع الطحينه والمايونيز. طيب شويه بقى ايه، بصل باودر، وتوم باودر، ورشه ملح، ونقلب الصوص الحلو ده. بصوا بقى لونه بيكون حلو جدا جدا، وجوه الشيش طبق هيكون هايل ان شاء الله. بس كده الموضوع بسيط جدا جدا، تعمليه انت واقفه كده في دقيقتين على طول. تعالوا بقى ايه، نطلع الشيش طبق النسخه الحلوه اللي احنا مجهزينها، ونشوف انا هاخد دي هنعمل السندوتشات ازاي.